دكتور أم الليلة، موضوعنا اضطرابات الجهاز الهضمي، والعناوين هي اضطرابات الجهاز الهضمي هي من أكثر المشاكل الصحية انتشاراً بين الرجال والنساء على حد سواء، وهي من أكثر الاضطرابات الصحية إزعاجاً بجسم الإنسان، لأنها مرتبطة بشكل مباشر بالغذاء اللي بيعتبره الإنسان متعة من متع الحياة. بس هذه الاضطرابات بتتفاوت وبتختلف بدءا من الحساسيات وصولاً إلى أمراض أخرى قاتلة كالسرطان. وأول أمراض الحلق هو الارتداد المريئي أو المعدة، خلونا نتعرف عليه أكثر. مرض ارتجاع الحمض المعدي يعرف بأنه تلف بالغشاء المخاطي ينتج عن ارتداد غير طبيعي من حمض المعدة المريء. أعراضه الأساسية هي حموضة وحرقة في المعدة، يحدث عادة نتيجة لتغييرات دائمة أو مؤقتة في الحاجز بين المريء والمعدة. السبب الرئيسي بيكون ضعف، نحن نعرف يوجد الحقيقة بين المريء والمعدة حلقة عضلية هي نقطة الوصل بيناتهم. عندما تكون هذه الحلقة العضلية تعمل دور الصمام، الصمام اللي يسمح للمواد باتجاه واحد اللي ذكرنا سابقا، عندما يكون ضعف في هذا الصمام العضلي في هذه الحلقة العضلية، هذه المسرة العضلية اللي اسمها في الطب حتى تسمى الفؤاد، فتسمح بالارتداد العكسي. للمزيد من التفاصيل معنا الدكتور مازن طه، استشاري أول في أمراض الجهاز الهضمي والكبد. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك. دكتور، بداية بدنا نحكي عن الارتداد المريئي أو ريفلكس إزوفاجيتس. طبعا هذا المرض اليوم منتشر عند الكل. قبل ما نحكي عن عوارضه، شو هي أسبابه؟ أي هي أكثر الأمراض معرضة لهذا المرض؟ هو مرض الارتجاع الحامضي أو الريفلكس ديسيز يسموه، ينقسم إلى عدة أقسام. في عندنا المرضى الذين يعانون من ارتجاع أو عندهم ريفلكس ديسيز، أو في مرضى عندهم التهاب مري نتيجة زيادة حموضة داخل المري. سبب المرض طبعا هو زيادة، مثل ما قلت، زيادة نسبة الحموضة داخل المريء اللي وفقدان التوازن بين التخلص من الحموضة من أسفل المريء وزيادة الحموضة هي نتيجة ضعف العضلة السفلية للمريء اللي تمنع رجوع المواد الحامضة للمريء. في شيء أدوية تاني بتخلي الإنسان يكون معرض للمرض؟ طبعا بالفترة الأخيرة احنا لاحظنا هو زيادة التعرض للمرض هذا، أسباب مختلفة، منها زيادة البدانة، نوعية الأغذية المستعملة والأدوية أيضا، لأنه الأدوية في أمراض القلب مثلا مواد النيتروغليسيرين، مشتقات الكالسيوم أنتاغونيست يلي تستعمل في علاج ارتفاع التوتر الشرياني، أدوية الأمينوفيلين يلي تستعمل أحيانا في علاج الربو، كل هاي أدوية تخفف الضغط داخل السفنكتر أو المسرة يسموه باللغة العربية في أسفل المري، وتسمح للحمض بالرجوع من المعدة إلى المري. دكتور، اللي عندهم هذا المرض شو ممكن عوارض؟ أي هي عوارض ممكن تصيبهم؟ أكثر شيء العوارض اللي بيلجأ بتخليه تحمل الإنسان يلجأ للطبيب. أوكي، هو المرض بشكل عام ممكن منتشر المرض، يعني أغلب الناس منا يعاني مثل زيادة حموضة المعدة أو يحس أنه في حرقان داخل الصدر بعد وجبة معينة، وجبة دهنية أو وجبة دسمة أو نوع معين من الأغذية. فهدول يسمون يعني عبارة عن نوع من يسمون هارت بيرنينج، يعني حموضة، زيادة حموضة. وأغلب المرضى يعرفوا شلون يتعاملوا مع الموضوع هذا، يأخذوا مثلا حبة، يأخذوا شراب المضاد للحموضة أو يأخذوا حبة. بعد قديش من أي من الأكل حتى بيبين معه هذا العارض؟ أغلب الأحيان يعني within 20-30 minutes، يعني بعد 20-30 دقيقة. أي وجبة إن كان ولا وجبة؟ لا، الوجبات الدهنية هي أكثر دهنية، والزيوت يعني exactly. بالضبط والزيوت. طب غير هذا العارض الهارد بيرن أو الحموضة،
في شيء عوارض تاني؟ يعني العرض الأول يلي هو زيادة الحموضة هي تعطينا مشعر أول أو نسميه ألارم، يعني مثل تنبيه على أنه في ريفلكس أو في ارتجاع بالحموضة للمري. وعوارض الأخرى طبعا المرض هذا يتطور، مش يضل أغلب الناس بمراحل، طبعا مع الوقت إذا استمروا والورم صار معند لفترة معينة 20 سنة أو 15 سنة يتطور إلى مرض التهاب المري السفلي، والتهاب المري السفلي يلي هو يسموه ريفلكس إسوفاجيتس، يلي هو إلو كومبليكيشن، إلو اختلاطات. من هالاختلاطات هي عبارة عن تضيق المري، تقرحات داخل المري، إلى سرطان المري السفلي يلي هو أخطر وأهم الأمور يلي لازم ننتبه عليه. هذه بالنسبة للكومبليكيشن تاعت المرض. بالضبط. طب قبل ما نعمل التشخيص السريري، في شيء تشخيص مخبري أو حتى وعدي شخص هذا المرض؟ هو أغلب الأحيان إنه المريض يجي الأعراض هي وصفية، إنه يشعر بحرقان بخلف القص، عظم القص يعني. بس هذا ممكن دكتور كمان نحن نقدر ناخده ك مثلا ممكن كان يكون عارض كمرض قلبي. ديفينيتلي بالضبط. طب الحاله هيدي كيف نقدر احنا الديفرنشال دايجنوزز؟ طبعا السن يلعب دور. مثلا هذا طبعا ممكن كمان يجي اعضاء احتشال عضل القلبي او الورم الالم الخناقي بعد وجبه دهينه، انما الالم الخناقي له يعني أعراض أخرى. يعني مثلا المريض مهيأ أكثر، مريض مثلا عنده نقص تروية قلبية، مريض هذا غالبا يبدأ بسن الشباب. لكن رغم ذلك أحيانا من الصعب التفريق بين المرضين، إلا المريض يدخل على مثلا على قسم الطوارئ وينعمله تخطيط قلب وأنزيمات القلب مشان ننفي إنه في مرض قلبي. طبعا في بعض الأحيان بيجونا المرضى مثلا بيقول إنه عنده البراز لونه أسود. أيوة. هل هذا يعني شو كيف نفسره علميا؟ هلا البراز اللون الاسود اللي هو يدل على وجود نزف هضمي. هذا النزف بيكون بالمنطقه الاعلى في الجهاز الهضمي او في الاسفل؟ يعني هو بالغالب نسميه نزف هضمي علوي، بالقسم العلوي من جهاز الهضم. يعني الدم لازم وقت ليتحول من دم عادي الى دم اسود، الى يعني يتغير لونه. فممكن يكون نتيجه قرحه داخل المري، مثل من اختلاطات الريفلكس اسوفاجيتس، انه تصير عنده قرحه داخل المري، ممكن هالقرحه تنزف ويسبب لون البراز يتغير لون اسود. فهذول على طول انديكيشن او استطباب نعمل لهم تنظير. دكتور أين امراض أين اشخاص اكثر شيء معرضين لهالامراض هذه كعمر؟ يعني هل هن سن الشباب ولا مثلا من 50 وما فوق؟ هو اذا نحكي بصراحه احنا لاحظنا بالفتره الاخيره هو زياده بالنسبه لهذا، نتيجه تغير عادات التغذيه، نتيجه تناول الاطعمه يلي هي الجنك فود، نتيجه زياده الوزن، تغير يعني الانفايرمنت، استعمال الادويه بغير ضابط. الستريس بيلعب دور بهالمرض؟ طبعا كمان واحد سبب رئيسي ولا لا؟ مش سبب رئيسي، سبب مساعد. لا مش سبب رئيسي، يعني سبب انه ممكن يدهور المرض. بالضبط. شو هي اخر علاجات بمرض الارتداد المريئي؟ اخر العلاج هي اخر العلاجات، ولكن ليست احد يعني العلاجات ليست حديثه جدا، موفره منذ 20 عام. هي اللي يسمونها بروتون بامب انهيبيتور، اللي هي تثبط بشكل واسع افراز الحمض وتنقص افراز الحمض، فتنقص عمليه تعرض المري لحموضه المعده. فهي الدواء فعاله جدا بالعلاج، يحتاج لها المرضى بجرعات مختلفه حسب شده هذا المرض الموجود عندهم، ونتائجها فعاله جدا. واحنا نحاول قدر يعني نحط المريض على الدوز اللي هي مش ليست عاليه كثير ولكن تقضي على الاعراض عنده. قديش المدة الزمنية لازم يتخذها العلاج الواحد؟ يعني أنا بعرف إنه في ناس بياخذوها على شهر شهرين، في ناس بتاخذها على ست شهور، في ناس يمكن ياخذتها على سنين. بالضبط. احنا بالتعريف المرض هو اسمه كرونيك ريلابسنج ديزيز، يعني مرض مزمن ومعاود. نعم. ففي مرضى كثير ياخذوا مدى الحياة يحتاجوا للبي بي ايز، لا يلي هم بروتون بامب انهيبيتور. يعني ما بنقدر، في مرضى يحطوا الدواء بجيبهم ويقول لك انا بالشهر لما يجيني الابيسود او الهجمه من الحموضه باخذ حبه، اتس فاين. يعني بمرضى ما بيقدر بلا حبه او حبتين باليوم كثير. انت يعني كل مريض تعطيه البرنامج اللي يناسبه هو وحسب الاعراض الموجوده عنده. ما في شيء اسمه فيكست او جرعه ثابته لكل المرضى، كل مريض يحتاج لجرعه معينه وممكن ياخذها مدى الحياه.
طيب دكتور، على المدى الطويل هذه الأدوية عندها شيء عوارض جانبية على الإنسان؟ هلأ إحنا عندنا من 1990 الأدوية هي موجودة بالسوق، إحنا الآن ب 2012 يعني عملية 22 سنة. طبعا في ريبورتس، تقارير انه كيس ريبورت عن مثلا تنقص الكالسيوم وتؤدي ل، لكن بشكل عام او تتغير الفلورا بالامعاء، لكن بشغله انه تاثيرات جانبيه ممكن مزعجه للمريض او تاثر على حياته او خطر على حياته غير موجوده بعد 22 سنه. طبعا اذا المريض عم ياخذ ادويه ثانيه لامراض معينه ثانيه خليه يلجا للطبيب لحتى يسال اذا ما يكون في تضارب بين الادويه. طبعا مهم جدا انه ما ينعمل انتر اكشن، وخاصه مع ادويه مميعات الدم، ادويه السكري، كلها ادويه هي المفروض يراجع المريض طبيبه وياخذ ويعلم طبيبه انه عم ياخذ كل هالمجموعه هالادويه هي عشان ياخذ النصائح المناسبه او النصيحه المناسبه للعلاج. شو بتنصح مرضى ارتداد المريئي يتعامل كيف يتعامل مع المرض؟ هو بالحقيقة على طول النصيحة الأولى هي changing الهابتس واللايف ستايل، يعني أكثر شو أكثر شيء أنه انقاص الوزن، الرياضة، عدم الأكل بفترات متأخرة والذهاب للنوم، عدم استعمال الحزام القاسي التاي يعني مشان ضغط على المعدة، مشان هاي كلها امتناع. أحيانا المرضى نفسهم يشرح لك أنه هو ما هي أنواع الطعام اللي تزيد بالنسبة له حموضة المعدة، عرفت؟ فممكن يتجنب هالأكلات هي. إذا في مريض يأخذ أدوية مضادة مثلا تزيد الحموضة أو تساعد على الحموضة ممكن ينعط، يعني بعتقد هي ستيب وايز لازم نحكي مع المريض شو ممكن، بس تبدأ كلها بتغيير اللايف ستايل. طبعا ابتعاد كمان عن الستريس. أكيد، بس هي ما فينا، هذه صعبة ما بنقدر نقول للمرضى ابتعدوا عن السترس. دكتور مازن طه، شكرا لوجودك معنا والمعلومات القيمة اللي اعطيتنا اياها اليوم. الله يخليك، شكرا. عمر شبك بعد في قسم معك لنعالج مرض ثاني من الجهاز الهضمي. شكرا لك. شكرا مشاهدينا، هذا كان اول امراض الجهاز الهضمي بحلقة اليوم، وبعد الفاصل حنتحدث عن متلازمة القولون المتهيج، خليكم معنا. في بداية الحلقة تعرفنا على مرض الارتداد المريئي المعدي اللي أعراضه واضحة، بس المرض الآخر اللي بدنا نتحدث عنه اليوم هو مرض منتشر كتير وأغلب الناس ما بيعرفوا أنهم مصابين فيه. خلونا نتعرف عليه. القولون العصبي هو اضطراب وظيفي في الجهاز الهضمي ينتج عنه خلل في وظيفة القولون وألم بطني دون وجود خلل عضوي واضح، ويشكل القولون العصبي أحد أكثر الأمراض انتشاراً. القولون العصبي هو مرض وظيفي يصيب القولون. إذا بدنا نبسط الأمور نقول شو وظيفي، يعني لا يوجد خلل عضوي في القولون، يعني نحن لو فتحنا البطن وتناوأنا على القولون هنلاقي القولون طبيعي، وإنما الاضطراب في وظيفة القولون، في عمل القولون، نتيجة عوامل عصبية وهرمونية بنفس الوقت. فهذا هو القولون العصبي أو تهيج القولون أو تشنج القولون، الحقيقة كلها مسميات لشيء واحد. السبب الأول يأتي من اسمه القولون العصبي، إذن العامل النفسي، قلق، التوتر، النرفزة، الأرق، العوامل النفسية حقيقة. كما هو معلوم القولون له أعصاب، العوامل النفسية تؤثر على أعصاب القولون فتؤثر على وظيفة القولون. طبعا في عوامل أخرى قد تساعد أيضا على تهيج هذا القولون، منها البرد، خاصة نحن في بلد يعني نستخدم فيها المكيف بشكل شبه دائم، فالتعرض للبرد خاصة أثناء النوم، إنسان ما بيكون منتبه، ممكن بالسيارة بشكل مباشر، فالبرد من العوامل المهيجة للقولون لأنها تثير تقلصات، تثير أعصاب القولون أيضا. من الأمور الأخرى طبعا بعض الأغذية اللي أيضا ممكن تأثر، من هذه الأغذية على رأسها طبعا الحليب، بعض البقوليات طبعا مثل الفول، الفلافل، الحمص، العدس، البازلياء،
المكسرات هذه أيضا من العوامل المهيجية، وعلى رأس هذه الأمور كلها الكحول الحقيقة، المشروبات الكحولية أيضا ممكن تكون عامل مسبب للكولون. أعراض الكولون أعراض مختلفة، يعني ممكن يجيك مريض على العيادة عنده ألم في البطن فقط، ممكن يجيك مريض عنده غازات وانتفاخ، ممكن يجيك مريض بيقول لك حاسس امتلاء وعسر هضم، ممكن يجيك مريض بإمساك، ممكن يجيك مريض بإسهال، ممكن يجيك مريض تناوب الإمساك مع الإسهال، أحياناً إمساك أحياناً إسهال. فالحقيقة هي يعني هذه مجمل الأعراض الرئيسية. قد تكون هذه الأعراض كلها مجتمعة بمريض واحد، وقد يكون عرض واحد فقط عند هذا المريض. هذا كان تقريرنا، ومعنا الدكتور مازن طه استشاري أول بأمراض الجهاز الهضمي والكبد ليعرفنا أكثر عن المرض. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية دكتور مازن. أهلا فيك يا أخي. فموضوعنا اليوم القولون العصبي. شو هي أسباب القولون العصبي؟ أو ليش سموه قولون عصبي؟ في الحقيقة القولون العصبي باللغة الدارجة أو ما يصفوه المرضى لما يجي لعندنا يقول أنه مع قولون عصبي أو الريتا بالباول، هو من أشع الأمراض أو أكثر الأسباب اللي تؤدي للمريض أنه يزور عيادة الطبيب، وخاصة بسن الشباب. إحنا سميناه القولون العصبي بصراحة هو الدياجنوزيز أوف رول اوت انذر ديزيز، يعني انت تنفي كل امراض الاخرى الموجوده بالقولون، وعند المريض مجموعه من الاعراض يلي هي وصفيه بالنسبه للقولون، بس انت ما تشوف شيء مرضي داخل القولون. فسميناه القولون العصبي بسن الشباب، له علاقه بالستريس اكثر حتى من الرفلكس اكيد. ما في اسباب معينه نشوفها داخل القولون، لا لحميه ولا التهاب ولا دم ولا مثلا أورام خبيثة، كل هالأمراض هي ننفيها. يعني أسبابه غير معروفة حتى اليوم. بالضبط بالضبط، له عدة أسباب ممكن يعني مثل ما يحزر الواحد أو الواحد يفترض أنه ممكن تكون أسباب. طيب شو العارض الأساسي أو مجموعة العوارض بتخلي المريض يجأ للطبيب لحتى يقول له دكتور أنا معي قولون عصبي؟ في كتير اليوم بيجوا عندنا على يدي بالله أنا معي دكتور معي قولون عصبي، يعني هو بيكون مشخص المرض على حاله، هو يكون زائر كذا عيادة قبل ما يجي، وزائر مستشفيات، بيكون فايل على الجوجل كمان على الانترنت وقاري. بالضبط، وزائر كذا مستشفى، فقال القولون العصبي هو يتوقع أنه يمكن يجد العلاج للقولون العصبي. في الحقيقة هو مرض القولون العصبي يشبه أعراض أي مرض بالقولون آخر، يلي هي البلوت، النفخة يجي المريض عنده ديستندد، يعني عنده منه يعني نفخة. في كريتيريا معينة من العوارض اللي بتشخص قولون عصبي؟ لا، تخلي اشتباه القولون العصبي، وهي مثلا المريض عنده يجيب أبدومينال بين أنسبيسيف، يعني وجع بطن، وجع بطن عام، عام وجع بطن غير وصفي، غير محدد، غير محدد. أوكي. تغير عادات التغوط، مثلا المريض يروح الحمام فرضا مره باليوم، بعد يقول لك انا من الاسبوع الماضي صرت رحت امساك، بعدين يصير عنده اسهال، يعني بيشوف في تغير بين امساك تغير واسهال، تغير بين امساك واسهال. بعدين اكثر ما يزعج المرضى هي موضوع الديستنشن، موضوع انتفاخ البطن، نفخات. فهي الثلاث اعراض الاساسيه اللي تيجي في مشان هالمريض على الطبيب. لكن انا هنا واحنا نحكي عن القولون العصبي احذر من استعمال هالمفهوم احيانا واحنا نكون نتجاهل امراض اخرى، يعني احنا نقول للمريض انه مع قولون عصبي اذا نفينا عملنا انفستيجيشن كامل للمريض. طبعا لا، في امراض بكون واحد عنده لاكتوز انتولرنس، عنده حساسيه على اكلات معينه، ممكن تعطي نفس هذه العوارض. بالضبط. فلذلك هون 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 الاصعب انك تشخص المريض بين قولون عصبي بالضبط او كان عنده حساسيه على اكل معين. بالضبط. فبالحاله هيدي شو اللي ممكن نعمله بالنسبه للمريض لحتى نقدر نقسمه او نقدر نعرف باي مرتبه بدنا نحطه، باي بالضبط نوع من المرض؟ هو المريض لما يجي بهالاعراض هي اللي اعراض تخص غالبا الكولون او الجهاز الهضمي السفلي، نبلش احنا بموضوع مثل ما تفضلت، موضوع سوء الامتصاص، اللاكتوز انتوليرانس اللي او السيلياك ديسيز، داء الزلاقي اللي هو عدم في اتروفي بالباول، بالبطانه للسمول باول.
كل هاي الأمراض مثلا نعمل إندوسكوبي ناخذ بايوبسي من سمول باول ترول أوت مشان ننفي أي مرض بالسمول باول. يعني من السمول باول يعني من الكولون من الدودينو من الأمعاء الدقيقة من الـ12. أيوة اللي هو يعطي صورة أو مرآة للأمعاء الدقيقة. ننتقل للخطوة اللي بعدها يلي طبعا بعد الفحص المخبري الكامل يلي هي اللي نسميه إحنا بيزك لاب يلي هو CBC والCRP بالضبط. فحص دم عام نسبة بالضبط إذا في التهابات إذا في التهاب بكتيري أو لا بالضبط. نعمل فحص بعدين نعمل وظيفة الدرق لأنه أحيانا وظيفة زيادة الغدة نشاط الغدة الدرقية ممكن تؤدي للسهام. نعمل وظيفة الدرق بعدين ننتقل للخطوة الأخيرة اللي هي منظار الكولون مع التيرمينال إليوم مع الآخر من الأمعاء الدقيقة مشان ننفي أي مرض التهابي مثل داء كرون أو التهاب الكولون القرحي. هذا كله بيكون عن طريق الكولون عن طريق الكولونوسكوبي عن طريق الكولونوسكوبي بالمنظار. لما نعمل كل هالإنفستيجيشن كل الفحوص هي وما نصل لأي مرض عضوي لكن المريض إحنا يعني ما بنشوف شيء بس المريض عنده functional disease المريض عنده أعراض فويلابلهم ويقول لهم غالبا أنت عندك قولون عصبي. هاي هل النظرية الهرمونية بتلعب دور في القولون العصبي أم ما لها أي دور كسبب؟ في واحدة من النظريات هي إنه مادة السيروتونين موجودة بنسبة عالية عند مرضى التهاب القولون العصبي لكن إذا إلها فعالية أو إلها تأثير كثير بعلاج القولون العصبي لسه موضوع under investigation. القولون العصبي نحن بمفهومنا بيعرف إنه بصيب أكثر النساء من الرجال. مزبوط. ولكن إذا بنحكي نحن موضوع اليوم عن الرجال في شيء بيلعب دور الريس تبعت في هذا المرض يعني يمكن يكون هل هو كثير بالشرق الأوسط أكثر من أوروبا ولا في بالسود أكثر من البيض منتشر؟ ما بعتقد له علاقة بس بالمنطقة. المرض القولون العصبي منتشر بكل أنحاء العالم لكن التعامل معه من أصعب الأمور والمانيجمنت تبعه من أصعب الأمور. المرض هذا غالبا الأدوية كلها ما بتفيد فيه لأن المريض هو فوكس يركز على دواء معين أو على عرض معين إنه أنا عندي إمساك. هو الإمساك جزء من هالمتلازمة هي الموجودة بالضبط. فالأغلب إنه الأحسن بالنسبة للعلاج المرض إنه المريض يقرأ عن المرض كتير يعرف إنه هذا المرض هو باي ذا واي كل هو المريض مش بري كانسرس عمره ما يتحول الى سرطان. هذا لازم نقول للمريض بس احنا بعد ما ننفي بالبدايه انه الامراض الخطيره الاخرى واحنا نقول للمريض انه معك التهاب كولون عصبي نقول له ما هذا المرض لا يتحول الى سرطان ولا بشكل من الاشكال تعيش بي. غالبا مع تقدم العمر المرض الاعراض تخف. يعني هل العلاج هو علاج سيمتوماتيك اكثر ما هو علاج دائم؟ يعني ما في دواء معين بيقدر ياخده مريض القولون العصبي. يعني إذا عنده إمساك بيعالج الإمساك، إذا عنده إسهال بيعالج الإسهال. طبعا كمان في بده يتجنب في شيء أكل معين لازم يتجنبه. هلا في أحيانا المرضى يقول لك هالأكلة هي مثلا أنا مع العرض الأكثر هو اللي هو نفخة البطن مثلا تقول له البقوليات حبوب يعني الحبوب البقوليات يعني الفول والبازيلا. هل الدراسات أثبتت مزبوط إنه البقوليات بتلعب دور بالقولون العصبي؟ يعني في ناس عندها هذا المرض وبيتراوقوا كل يوم صحن فول وبيأكلوا بازيلا وبيأكلوا حمص وبيأكلوا عدس وما بقى عندها هذه العوارض. يعني ما بتجي عوارض هالمرض. هو القولون العصبي المشكلة ما يعني في مرضى يجوا معك بس بسهال فبمرضى يجوا مسلي أكثر مرضانا بس يجوا بنفخة بالبطن. وهي المزعجة أكثر شيء بالنسبة للمريض هي والإمساك. يعني هدول الأعراض يلي بس لما يجي لعندي مريض يقول لي مثلا أنا معي إسهال وبس الإسهال يفيقني من بالليل مثلا أروح على الحمام هذا مش قولون عصبي. القولون العصبي معناته لازم أحط question mark إنه يعني في فترة زمنية معينة لازم يكون العوارض أو أحد العوارض يكون مصاب فيها المريض دوميننت أكتر يلي هي قديش تقريبا 6 أسابيع 12 أسبوع ورا بعضهم ولا بخلال السنة 12 أسبوع خلال السنة خلال السنة ما ضروري يكون ورا بعضهم. لا مش يكون ضروري. يعني أي مريض بيجي خلال بيعاني من خلال 12 أسبوع من نفخة أو في إسهال مع إمساك هذا من بعد ما نعمل كل الدراسة على أو الأبحاث نشوف إذا في عنده أمراض تانية ونشيلها على جنب ساعتها هذا المريض مصنف انه عنده
irritable bowel الأهم شيء هو بصراحة أكثر ناس تأخذ منه وقت أثناء بالعيادات الخارجية هو مرضى القولون العصبي، لأن المرضى الأعراض مزعجة، المريض يخاف يقول لك أنا جاري صار معه مساك أو صار معه سهل وطلع بالأخير ورم قولون. تفهم المريض إنه هذا المرض غير احنا عملنا كولونوسكوبي، عملنا منظار كولون، هذا المرض لا يتحول الى مرض خطير، يجب نتعاون سوا. اذا عنده من النوع الاسهال في ادويه اسهال خفيفه، لكن نبهه انه يسموها باوروبا انه علاج جماعي، انه الناس هو ستريس هون يلعب دور اكثر لذلك تشوف النساء بصراحه ايموشنال ستريس. أيوة. عندهم مثلا الكونستيبيشن تايب يلي هو الامساك اكثر من الاسهال. مثلا الرياضه والعلاجه هو العلاجه وايد سبيكتروم، يتراوح بين انه تاخذ بابرمنت اويل يلي هو النعناع لتوصل لليوغا، توصل للطب البديل، الطب البديل تاخذ الاعشاب حتى الاكوبنكشر، كل هالامور هي بالضبط. فانا بصراحه بالتهاب القولون العصبي مثل ما حكينا مره اخرى واعيد، بعد ما نفينا كل الاسباب الاخرى العضويه مشان ما نضيع اي مرض اخر، انا افضل انه يتعامل واحد بالعلاجات هي. انا افضل بعطي المريض نعناع، بعطيه يانسون، كميه يشرب كميه كبيره من المي كل يوم، يلعب رياضه، يطلع يغير جو أكثر، يمكن يجاوب المريض مع العلاج أكثر من أنه تأخذ أدوية وكثير. هذه نصيحتك لمرضى القولون العصبي. بالضبط. دكتور مازن طه، شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا، إن شاء الله نشوفك بحلقة تانية. الله يخليك، شكرا لكم. مشاهدينا بعد الفاصل تابعوا معنا. شكرا. مرحبا من جديد، وهلأ رح نتناول واحد من الأمراض القاتلة اللي بتصيب الجهاز الهضمي، هو سرطان القولون. خلونا نتعرف عليه بهذا التقرير. الورم الخبيث هو السرطان، ولكن عادة في ناس يعني الشيء المتعارف عليه أنه أنا عندي ورم في الكولون يعني الورم الحميد، سرطان الكولون يعني الورم الخبيث. ورم الكولون الحميد خلينا نقول ببساطة هو عبارة عن زوائد لحمية داخل الكولون. نحن نعرف هذا الكولون أنبوب، هذا الأنبوب مبطن بغشاء مخاطي، أحيانا تتبارز من هذا الغشاء المخاطي زوائد، هذه الزوائد تشبه الكرزة في شكلها حتى في حجمها، قد تكون أكبر أصغر تختلف من الآخر. هذه بسموها بالطب عن البوليبات، هي هذه الزوائد اللحمية. هذه عادة الزوائد اللحمية في غالبيتها سليمة، فهي الورم السليم خلينا نقول عنه. أما عندما هذه الزوائد اللحمية تتحول إلى شكل سرطاني، دخلنا هون في سرطانات الكولون. طبعا وجود هذه الزوائد اللحمية هي نفسها قد تكون عامل مؤهب للسرطان، لذلك هذه الأورام الحميدة أو الزوائد اللحمية خلينا نسميها لأن عنها البوليبات، دائما ينصح باستئصالها، واستئصالها يكون أمر بسيط جدا عبر منظار الكولون، حيشوف الطبيب اللي عم يعمل التنظير بيستأصلها وبيشيلها بدون أي ألم وبدون أي مشاكل، وترسل عادة للتحليل. فاستئصالها يعتبر وقاي من حدوثها. خلينا نقول حقيقة يعني سرطانات الكولون تعتبر من الأمراض المنتشرة، يمكن تصنيف رقم 2 تعتبر بالنسبة للسرطانات. السرطان الأول أعتقد هو سرطان الرئة، وسرطانات الكولون تأتي في الدرجة الثانية. والمشكلة الحقيقة في سرطان الكولون إنه أعراضه قد تكون خفية، يعني ممكن يكون موجود بدون أي أعراض، لأنه الأنبوب غليظ واسع وهالورم موجود بدون أي أعراض، وهذا شائع جدا. لذلك حتى إذا بدنا نحكي كوقاي، وهذا شيء موجود في الغرب الحقيقة مطبق، أي مريض عمره فوق 50 سنة لازم يعمل منظار كولون كل 5 سنوات، لأنه تعتبر هي من السرطانات الصامتة، ومن السرطانات يلي إذا تابعناها وشخصناها بوقت مبكر ممكن تكون نتيجة في العلاج الحقيقة مذهلة وشافية تماما. معنا باستوديو الدكتور نضال دهني، استشاري جراحة أورام القولون والمستقيم، لتسليط الضوء أكثر عن الموضوع. أهلا وسهلا فيك دكتور نضال. شرفنا، أهلا وسهلا. بداية دكتور نضال،
أمراض البوليبس والكانسر تاعت الكولون، من هي الأعمار الأكثر شيء بتصيبهم هالأمراض هذه؟ هي ومنتشرة خاصة عند الرجال أكثر من النساء. موضوع مهم جدا، وأنا أشكر برنامجكم أنه يثير هذا الموضوع، لأنه نحن سوينا دراسة من تقريبا من مدة سنة بشيخ مدينة الشيخ خليفة ميديكال سيتي، ولأنه كنا عم نشوف حالات عند ناس مواطنين أصغر وأصغر بالسن مع حالات دائما متقدمة، وكنا متفاجئين بهذا الموضوع، قررنا أنه نساوي عليها دراسة. والحقيقة تبين أنه العمر المعدل العمر اللي بصير فيه هي المرض الخبيث هو أصغر تقريبا ب 15 سنة من المعدل ما بصير فيه بقية الأقسام من العالم. رجوعا لسؤال حضرتك، عادة البوليبس شغلة شائعة جدا، بس غالبا بتكون شائعة أكثر بعد سن 45 أو سن 50 سنة، وهي تعتبر أنه شائعة كثير بالبلدان الغربية، بحدود تقريبا إذا بدنا ناخذ مجمل الناس فوق 50 سنة ممكن نقول أنه 40-60% من الناس راح يصير معهم بوليبس بيوم من الأيام. بس هذا لا يعني انه كل الناس هذول اللي معهم البوليبس راح يتحولوا هذول البوليبس لامراض خبيثه اكثر. بالنسبه للمرض الخبيث اللي بنسميه سرطان الكولون او سرطان المستقيم، معدل العمر اللي بيطلع فيه هو بحدود 65-70 سنه، تقريبا 90-95% من الحالات تطلع بعد 60 سنه. شو الاسباب اللي بتخلي الانسان يكون عنده بوليب؟ قبل ما نحكي عن الأسباب متعددة وكثيرة، وطبعا هي شغلة مرتبطة بنتائج إحصائيات أكثر ما هي دراسات مثبتة 100%. نعرف أنه في علاقة كبيرة مع الغذاء، نعرف أنه في علاقة كبيرة مع الداء السكري، نعرف أنه في علاقة كبيرة مع عدم الحركة، العلاقة كمان بالعائلة، في نوع من الأنواع بتطور عند بشكل عائلي بحدود 5-10% من الحالات. يعني عامل وراثي، عامل وراثي اللي عنده قريب من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى معناتها أب أو أم أو ابن أو أخ، هدول الأشخاص معرضين أنه يصير في عندهم بوليبس أكثر تقريبا 4-5 مرات من المعدل العام. حجم البوليب بيلعب دور بتحويله لمرض سرطاني أو لا؟ حضرتك تفضلت وقلت بالبداية أنه البوليب ما ممكن يتحول لأمراض سرطانية، بس هل الحجم تبع البوليب بيلعب دور أنه ممكن يتحول مع الوقت لمرض سرطاني؟ مظبوط. نعتقد انه البوليبس هو المرحله الاولى من بعض السرطانات. كل ما كبر البوليب كل ما كان الخطر انه يكون فيه تحول بالخلايا لخلايا خبيثه هو اعلى. نعتبر انه بعد ما يصير حجم البوليب اكثر من 2 سنتيمتر احتمال انه يكون فيه ورم خبيث صار جواته بحدود 10%. وين اكثر شيء، باي مناطق بالكولون اكثر شيء بتواجد البوليب؟ الحقيقه في نوعين من البوليبس، في نوع من الانواع اللي هو عباره عن فرط اللي بيسموه فرط تكاثر بالمخاطيه الكولون، هذا بيكون بالجزء الاخير من الكولون اللي بنسموه المستقيم او الكولون سيجمويد. بهدول الحالات غالبا هدول البوليبس هدول بحياتهم ما بيتحولوا، بينما البوليب اللي ما بيكون طالع كنتوء واضح عن 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 المخاطية الكولون او القسم القريب من الكولون، يعني بالكولون الطرف اليمين، غالبا معظم هدول البوليب بيكونوا من النوع الممكن اذا ضلوا بدون معالجه ممكن انه يتحولوا لمرض خبيث. طيب المرض السرطاني اللي اكثر شيء منتشره عند الرجال اكثر من النساء، شو هو العارض الاساسي اللي بيخلي الانسان يحس او يحمله ليلتجئ للطبيب؟
الحقيقة أنه الأمراض سرطان المستقيم وسرطان الكولون ما لهم مع الأسف أي عرض خاص فيهم، هو عبارة عن مجمل الأعراض أو أحياناً ما في أي أعراض، والواحد بيروح على المستشفى أو بيشوف الطبيب تبعه أبداً لأنه بيكون صار معه اختلاطات. أكثر الأعراض شيوعاً على كل حال هي أول شيء وجود الدم بالبراز. وقت واحد بيلاحظ دم بالبراز ما لازم ياخذ الشغله نهائيا ببساطه ويقول انه انا يمكن معي يكون في بواسير او يكون في معي شغله ثانيه أو, او 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 شق شرجي او شغله ثانيه. حتى لو كان معه هذا بالاساس ومعروف المفروض يروح، يعني المفروض يلتجئ للطبيب، وخاصه بعد عمر من 35 ل 40 سنه في الامارات بشكل خاص. انا بحكي لكم بعد شوي بشكل مفصل اكثر عن هذا الموضوع. الشغله الثانيه اللي ممكن تصير هو تغير بالعادات الانسان، انه شلون بيروح الخروج تبعه، يعني في الخروج ممكن يكون عنده امساك. اذا واحد بيكون احيانا كل يوم بيروح مره، بعدين بيشوف حاله فجاه انه صار معه كل اسبوع بيروح مره، يصير في عنده خروج او صار في عنده بدل الامساك صار في عنده اسهال. هذا الشخص لازم يشك 100% ويروح يستشير طبيبه، مو انه معناته معه مرض خبيث طبعا، هذا بس انه لازم يحثه انه يروح يستشير طبيبه. الشغله الثالثه ممكن تصير طبعا هي الام بالبطن غير طبيعيه او غير شائعه. وبعدين في جمله من الاعراض ممكن الواحد يشك فيها، مثلا نقص بالوزن او صار عنده شحوب غير مفسر، وزاول لحاله فحص دم او طبيب تبعه طلب له فحص دم ولا عنده نقص بالكريات الحمر او فقم من الاشارات اللي بنسميها فقر دم. كلياتهم هدول شغلات لازم ياخذها بعين الاعتبار، طبعا لازم واحد ياخذها بشكل جدي ويستشير الطبيب تبعه. شو الكومبليكيشن تحت هذا المرض؟ اذا كان بالنسبه للبوليبس، اذا كان من البوليب من النوع اللي ما بيتطور نهائيا لسرطان، ما في له اعراض خاصه. اذا كان من النوع اللي بيتطور لسرطان، وهذا راح اكد على هي النقطه، انه 40 ل 60% من الناس ممكن يصير معهم بوليبس، بس هذا لا يعني انه كل هذول الناس راح يساووا سرطان بيوم من الايام اذا ضلوا بدون معالجه. عدد قليل من البوليبس هن اللي بيتطوروا تطور سرطاني، وحتى البوليبس احيانا ممكن انه يطيبوا لحالهم بدون اي معالجه او يطلع غيرهم. الاول اختلاط واهم اختلاط انه ممكن انه يصير طبعا هو انه يصير في تحول سرطاني للبوليب اذا ضلوا بدون معالجه، والاختلاط الثاني هو انه يصير في نزف. يعني الى جانب النزف والعوارض، شو الاشياء اللي ممكن يستعملها الدكتور لحتى يشخص هذا المرض؟ في عدة وسائل، في وسائل لاثبات التشخيص، وفي وسائل اللي بنسميه كشف مبكر عن المرض. اذا بدنا نثبت التشخيص، احسن وسيله انه واحد يساويها هو انه طبعا يساوي كولونوسكوبي. كولونوسكوبي يعني تنظير الكولون المستقيم. والافضل شيء انه يكون طبعا هو تنظير كامل، احسن من التنظير الجزئي، انه التنظير الجزئي ممكن مر تقريبا جانب 10 ل 20% من البوليبس اللي ممكن نعالجهم. الشغله المهمه بالموضوع انه واحد يعرف انه اذا عالجنا البوليبس واكتشفناه بشكل مبكر ونقلل عدد حالات السرطان 80%. خلال الكولونوسكوبي تعمل علاج للبوليب. مظبوط، خلال الكولونوسكوبي اللي هو بيصير تحت مو تخدير عام بس تخدير نصفي. بيشوف بيكون الواحد تقريبا نايم. الجاسترو انترولوجيست يعني طبيب الامراض الهضميه ممكن انه يشيل هذا البوليب او يعالج البوليب، او اذا ما قدر انه يقيمه، هو المفروض انه يقيم اي بوليب يعني فيه شك فيه، بيقدر يساوي على الاقل ياخذ منه خزعه. يعني ياخذ منه عينه تنفحص تحت المجهر. طيب دكتور، باي اعمار بتنصح المريض او الاشخاص بشكل عام يلتجئوا ليعملوا كولونوسكوبي كروتين؟
حال. وكل قديش؟ صار في كثير بحوث، والهيئة الطبية بالإمارات من وخاصة بأبو ظبي من جديد طلعت ريكومنديشن يعني لهذا الموضوع. ابتداء من سن الأربعين لكل مواطن ينصح أنه يساوي كولونوسكوبي ابتداء من سن الأربعين. بالدول الغربية ابتداء من سن الخمسين. ليش؟ هذا ليش العشر سنين فرق؟ لأنه معظم حالات الأمراض الخبيثة بهاي المنطقة اللي نحن عم نشوفها تقريبا بحدود 55 لـ50 سنة. نحن بهمنا جدا إنه نكتشف هدول تعملوا سكرينينج يعني تعملوا سكرينينج نعمل قبل سكرينينج. سكرينينج يعني كشف مبكر حتى نقدر نعالج المرض وقت بيكون لساته بوليب. ليش أنا عم بحكي هيك؟ لأنه لبين ما يتطور البوليب لمرض خبيث بيعود تقريبا من 5 لـ15 سنة، وبالتالي بياخذ وقت طويل كثير، ومن ممكن نقدر نعالجه خلال هاي الفتره. يعني يستحسن الانسان يعمل كولونوسكوبي من بعد الأربعين؟ وكل قديش اذا كانت كولونوسكوبي نورمال قديش بيرجع؟ اذا كان كولونوسكوبي ما فيه اي شيء نهائيا، ثاني كولونوسكوبي لازم يتساوى بعد 5 لـ10 سنين. اذا كان في بوليب لازم البوليب طبعا ينقاموا. اذا من النوع الممكن يتحول لازم يرجع يتساوى واحد ثاني بعد تقريبا سنة لسنتين يعمل كشف. سنة لسنتين. دكتور نضال دهني، شكرا لوجودك معنا، ان شاء الله بنشوفك بحلقه ثانيه معنا. شكرا جزيلا. اكيد الغذاء له دور كبير في الوقايه والعلاج من كل المشاكل الصحيه اللي تحدثنا عنها اليوم. خلونا نتابع هالتقرير التالي. الحقيقة ليك الارتجاع المعدي المرئي أنا بعتبر التنظيم الغذائي مش نصف العلاج، 90% من العلاج، لأنه هو حقيقة مرض مزمن، والمريض بده يعرف كيف يتعايش معه، مش بس بالدواء، يتعايش معه بتنظيم أكله. الشيء الأساسي لازم تنقيص الوزن. الأمر الآخر الدخان، مريض مدخن وارتجاع معدي مرئي القصة حتستمر حتما حتى رغم العلاج. طبعا المشروبات الكحولية يعني هي داء الجهاز الهضمي، فنحن أي مرض في الجهاز الهضمي المشروبات الكحولية ينبغي أن نضع عليها إكس بشكل كامل. الوجبات الصغيرة والمتكررة، يعني مش 3 وجبات، حتى يقال 6 وجبات في النهار، فطور غدا عشاء، وبين الفطور والغدا يكون في سناك خفيف، وبين الغدا والعشاء أيضا حاجة خفيفة، فهذا بيخلي امتلاء المعدة ضعيف، وبالتالي عملية الارتداد بتكون أقل. الأمر الآخر أنه نتجنب بعض المآكل اللي تهيج هذا، خاصة التوابل، فلفل، بصل، ثوم، شطة حارة، المخللات، وهذه وما أكثرها، خاصة في الوجبات الجاهزة الموجودة. المشروبات الغازية، في ناس بتفكر أنه هي مهضمة، طبعا هذا على العكس، هي أولا حامضية، وثانيا هذه الغازات حتعمل ضغط في المعدة وتزيد الارتجاع، أيضا ينبغي أن نتجنبها. المآكل الدسمة، وهون أيضا من الأشياء المنتشرة والشائعة، لأنه الدسم صعب أنه يتم تفريغه من المعدة، وكل ما استمرت المعدة في حالة امتلاء حيستمر الارتداد في النهاية. معنا باستوديو حنان وهبي، خبيرة التغذية ومدربة الرياضة. أهلا وسهلا فيك حنان. أهلا دكتور حنان. موضوعنا اليوم عن الجهاز الهضمي، تحدثنا عن التهابات المعدة والمريء، وتحدثنا عن القولون العصبي. بداية، شن الأكلات المفروض الإنسان يتجنبهم لحتى يحاول يخفف من وطئة أو من سمت بساعت هالأمراض هذه؟ هلا يمكن حلقه كامله ما بتكفي لنحكي قد ايه علاقه الاكل بتفيد او بتضر الجهاز الهضمي. طبعا يعني هيدا المحل الوحيد اللي هو فعلا 100% اكل، ونحن كثير بنأذي حالنا نحن وصغار، ويمكن بس نكبر بندفع هيدا الثمن، وبصير عنا هيدي الامراض اللي هي بتكون رياكشن لطريقه اكل غلط، للسمنه، للسكر الزياده، للمشروبات الغازيه ومشروبات الكحول وهيدا. فلما بيجي الانسان لهيدي الوقت وبصير بده يعني يرجع لورا وبده ينتبه لاكله، للاسف مرات هيدي الاشياء ما بتقدر ترجعها، وخصوصا مثلا الاي بي اس
مثل ما بتعرف ممكن الانسان يضل معه لكل حياته خلص بيصير في نوع من مرض مزمن يعني حيث التعريف بس بنفس الوقت انه يعني هل هناك اكل مباشر بيأثر على عوارض هذا المرض يعني في اشخاص كمان بتاكل جميع الاكلات وما ما بصير عندها هذه العوارض هلا حسب شو قوه الجهاز الهضمي عند الشخص يعني في ناس مثلا في اكل بضايق لهم معدتهم هلا ما بعرف اذا يعني انت بتامن بالبلد تايب البلد تايب او والبلد تايب اي وكل واحد عنده كل واحد عنده اكلاته معينه مميزه انا شخصيا بامن فيه لانه انا جربته وفي كثير ناس من زبايني جربوه ونفع معهم هلا انا بدي اعطي مثل يمكن شوي يعني يبين غلط بس انت تطلع مثلا بالحيوانات الحيوانات بتلاقيهم بياكلوا بس الاكل المناسب لجسمهم يعني الاسد معروف انه بس بياكل لحمه البقره معروف انه بس تاكل خضره ما بتلاقي حدا عم بيخبص بالاكل مشان هيك ما بتلاقي عندهم امراض يعني عندهم نظام اكثر عندهم نظام اكثر ما بياكلوا اكثر من حاجتهم يعني بس يشبعوا بيوقفوا حتى لو مثلا الحيوان اصطاد شغله ما بيكفيها اذا هو شبع للاسف نحن ما بنتبع هذا النظام اللي ربنا خلقه يعني ربنا لما خلق الجهاز الهضمي تبعنا ما عمل أغلاط أو ربنا لما خلق المأكولات الفواكه والخضرة ما عمل غلط فيها هو نحن الطريقة اللي بنعملها بروسس والطريقة اللي بناكلها فيها وزيادة التخبيص. الأكل هيدا اللي بضرنا يعني جهاز الهضمي مثلا عنده إنزيمز معينة لكل نوع خضرة ولكل نوع فواكه مشان هيك دايما بيقولوا ما تخلطوا الخضرة مع الفواكه مع الحلو مع المي مع المشروبات الغازية لأنه كل مثلا شقفة خضرة أو كل نوع فواكه ببلش الإنزيم ينفرز من التم الحوامض اللي بيفرزها الجسم اللي هي موصولة مع الدماغ يعني لما أنا بمسك تفاحة وبشم ريحتها وبدوق طعمتها وبمسكها بإيدي هيدي كلها عم تبعت ساينز للدماغ لا يفرز الإنزيم مشان هيك مثلا عصير الأورنج أو عصير التفاح ما بيفيد مثل التفاحة نفسها اللي هي مليانة فايبر واللي الجسم عم يفرز الإنزيمز اللي مفروض أنها لا تنهضم فاللي بيصير نحن منخبص ومناكل أسيد ومناكل حوامض ومناكل ملح ومناكل يعني طبعا هاي الاشياء اهم شيء بالغاستريك ريفلكس الاكلات اللي هي عاليه بالسبايسز والاكلات المقليه كثير زيوت المقليه المفروض يتجنبوها هيدي مفروض يتجنبوها 100% كل شيء اكل مقلي مفروض خصوصا اذا كان بالمطعم لانه مكرر الزيت بيتكرر قالين في شيء عشان كثرة الشرب يعني ناس بيقولوا لي احنا ما فينا نشرب مي مع الاكل في واحد يشرب مي اذا غص بس ما يشرب مي بكثره هو وعم بياكل فدايما الاكل لازم يكون هو فيه مي طبيعيه يعني مثل السلطه والخضره فيها مي طبيعيه السبايسز قلنا المشروبات الكحوليه الدخان قله النوم هي كل الاشياء تلعب دور بهالموضوع هذا اكيد بتلعب دور يعني الكميه لازم تكون مثلا قليله ولا ممكن في ناس مثلا بتاكل الصبح وبترجع بتاكل عند المساء بالمتنين بيقطعوا شي 12 ساعه خلال النهار ما بياكلوا فيه هذه الطريقه هيدا بتخلي المعدة تفرز حوامض أسيد وهي ما فيها أكل هيدا لايف ستايل بالنهاية هلا بالنهاية كل إنسان حسب هو شو نوع جسمه شو نوع اللايف ستايل تبعه شو بيلاقمه أكل يعني في ناس بتهضم الرز في ناس ما بتهضم الرز أنا مثلا ما بهضم البرغل أنا مثلا ما في أكل ديري برودكتس واللي هلا بنحكي عنها وقت نحكي عن الاي بي اس اللي عندي لاكتوز انتولرنت فأنا برأيي إنه كل إنسان لازم يعمل إكسبيرمنت قبل ما يروح يشوف الدكتور يعمل مثل ديتوكس يعني يمرق مثلا أسبوع ما يأكل فيه أي أكل عالي بالكربوهيدرات وبالبروتين بس يأكل فواكه وخضرة ويشرب مي كتير لا ينضف جسمه ما يأكل ما يزيد ملح ما يزيد بهارات ما يأكل شيء مقلي حتى المشروبات الغازية يوقفها كومبليتلي يوقف القهوة والشاي وكل شيء يعمل ديتوكس بس لمدة أسبوع واحد ساعتها شو ما أكل بعد هيدا الأسبوع دغري جسمه بيعمل رياكشن بحس ساعتها شو الأكل اللي بضايقه ولا لا هيدا الأكل في ناس بيعمل لهم حرق الأورنج جوس مثلا مزبوط. عصير الليمون لأنه عالي بالحوامض وبالأسيد خاصة إذا في التهاب المعدة أو المريء مزبوط بيزيد فلما نحن بنكون مش عارفين شو هو الأكل اللي بضرنا نوقف مثلا نتناول مثل يعني خضرة مشوية أو مسلوقة على فترة أسبوع وبعدين نجرب شوي شوي يعني شو الأكل المفضل عندي أنا بكل اليوم بس ما بيأكل شي غيره لشوف إذا هو السبب منه ولا لا واللي بحب يأكل فواكه واللي عنده الريف
الريفلكس هيدا مثلا ياكلها مجففه بتكون خفت شوي، يمكن السكر تبعها بيكون ازيد، بياكلها بكميه اقل بس بتكون خفت منها الاسيد، يعني البرونز، الموز، التفاح المجفف، التمر مثلا، هاي اشياء ما فيها اسيد، فواكه ما فيها اسيد، هيدي بيقدر ياكلها الانسان وما بحس فيها بحرقه. شفنا من عوارض القولون العصبي انه العوارض الاساسيه النفخه والامساك والاسهال، اوكي؟ وشو ارتباط الاكل فيهم وكيف ممكن شو اي اكلات مفروض يتجنبهم الواحد، وحتى بالعلاجات ما في علاج يعني للقولون العصبي واحد مزبوط، فالعلاج سيمتوماتيك، شو رايك بالموضوع؟ كيف فيك تفيدينا من ناحيه الغذاء؟ هلا كمان مثائبة انه انا كان عندي قولون عصبي وانا قدرت عالجت حالي مع انه رحت عند دكاتره كثير، ومثل ما قلت انا عملت اكسبيرمنت وقفت كل شيء، وبتذكر اني وقفت الديري برودكتس، الحليب ومشتقات الجبنه واللبنه، وفعلا بخلال اسبوع حسيت انه هذا الشيء انتهى، لانه طلع انا عم باكل شيء منه مفيد لإلي وما عندي اللاكتوز اللي هو بيفرزه الجسم اللي لا يهضم هيدي الاكلات. فبرجع بكرر انه كل انسان بيختلف عن التاني، الانسان هو يجرب يشوف شو الاكل اللي منيح له. هلا جهاز الهضمي عفوا مرتبط بالجهاز العصبي، مشان هيك الناس الستريسد بيصير عندهم عسر هضم او ما بيقدروا مثلا يهضموا الاكل مزبوط، بتحس مرات مثل ما بقولوا وقفت اللقمه هون، يعني ما قدر حتى بلعها الانسان لما بيعصب. فمشان هيك النوم والرياضه وتقليل الكافيين هن من الاشياء اللي الأساسية. بتساعد الاساسيه اللي بتخفف من هالشيء، ساعتها الانسان بيقدر يعمل كنترول ويعمل اوبزرفيشن يشوف انا شو الاكل اللي عم باكله. هلا بالنسبه للجهاز الهضمي، الفايبر دائما بتسمع انه الفايبر هو من اهم الاشياء اللي لازم ياكلها الانسان، بيقولوا انه اذا واحد عنده كونستيبيشن او امساك ياكل فايبر. هلا الفايبر مفهوم عنده عرض اسهال بالقولون العصبي، في عوارض اسهال. الفايبر نوعين، السوليبل والانسوليبل، اللي بيدوب بالمي واللي ما بيدوب بالمي. اللي بيصير انه الفايبر هو شو؟ هو الفايبر مثل الثريدز او الخيطان اللي الجسم ما بيهضمها. يعني مثلا انت اذا بتاخذ خسي وبتاخذ الجزر اللي جوا اللي بتحس انه هي في لها مثل تشعبات شروش، او مثلا القمح، قشر القمح، ليش هذا مفيد مثلا؟ او بيقولوا لك كل التفاحه بقشره، لانه نحن ما بنهضم هالاشياء، فلما ما بنهضمها هي بتدخل بالكولون هي بتكون بتمسك الاكل طبعا بعد ما تفرز المعده الانزيمز، ناخذ المينرالز والفيتامينز منها، يعني الاشياء الويست اللي بدها تطلع الفايبر بيمسكها وبخلي انها هي تنزل بطريقه طبيعيه، مشان هيك ببطل في كونستيبيشن. اللي عندهم كونستيبيشن لازم يشربوا مي كثير ولازم يخففوا من الفايبر، يعني لازم ياكلوا الفايبر اللي هو سوليبل، اللي هو منه قاسي، اللي هو موجود بالخضره والفواكه مثلا وبالسيدز. والناس اللي عندهم دياريه لازم ياكلوا الفايبر السوليد اللي هو مثل الاوت بران والاوت ميل والبراون رايس والاكلات اللي عاليه بالفايبر والقمح، هيدي الاشياء اللي هي بتساعد انه تمسك المعده اكثر وتحل هيدي المشكله. وشغله كثير ضروريه لازم اقولها، انه الانسان اذا عنده كونستيبيشن ابدا ما يلجا للمسهلات اللي موجوده بالصيدليه او بالسوبر ماركت، لانه هيدي الشعيرات اللي موجوده بالكولون جوا بتموتها وبتخليها مثل ديبندنت، يعني دائما بيصير الجسم بيعتمد على هيدي السبلمنت او هيدي الشاي او المشروبات اللي بتخلي تسبب اسهال، فبصير مره على مره بصير هذا الشيء مزمن. فطالما هذا الشيء موقت يجرب الانسان هو يعمل اكسبيرمنت ويشوف شو اللي بضايقه وشو اللي بفيده ويمشي عليه. حنا نبي، اهلا وسهلا فيك معنا وشكرا لكل المعلومات. شكرا. وهيك اعزائي المشاهدين بتنتهي حلقه اليوم من دكتور ام، انطرونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده، مع السلامه.